عم هاني الله يحفظك ليك الله يحفظك سير الله يسهل الله يحفظك ليك. إذن صباح النور عليكم، صباح الخير على الجميع متشبعي قناة الشعب قناة شوف تيفي. جيت عاوتاني للبلاصة فين ديما كنصور عند الناس اللي كيرحبوا بيا، الناس ديال مدينة برشيد تحياتي ليهم. يعني كيفما كتلاحظوا معنا إقبال كبير على الدجاج قبل عيد الأضحى، إقبال كبير على الدجاج قبل عيد الأضحى. كيفما كتعرفوا كاينين الناس ما كياكلوش اللحم، فبطبيعة الحال كيتقداو الدجاج. شوفوا معنا ها هو الدجاج، هذه الدجاجة الحمراء هنا من قلب سوق الجملة للدواجن مدينة الدار البيضاء. واش فوقيه تجدو شوفوا معنا يعني الدجاجة الحمراء هي فيها وفيها، فيها الدجاجة الحمراء العريانة وفيها الدجاجة الحمراء المكسية. كاين الدجاجة الحمراء العريانة والدجاجة الحمراء المكسية، كاين فرق بيناتهم وكاين فرق حتى في الثمن. شنو الفرق ما بين العريانة والمكسية؟ مثلا هذه فيها الريش ديالها، هذه كتسمى المكسية. نوريكم شي وحدة عريانة مثلا، هذه هاي عريانة كيف ما كتشوفوها هو ما فيهاش الزغب كاملة. أو هذه مثلا كتسمى العريانة، كيتراوح كيتفارق الثمن بيناتهم ما بين جدرهم حتى لدرهم ونص، يعني حتى الريش حتى هو عنده الثمن ديالو. يعني كيف ما كتشوفوا معنا البيع والشراية واصحاب المحلات الله يسهل عليهم فايقين في الصباح بكري باش يتقداو الدجاج باش يديوه للناس ويتقداوه في المحلات والازقة والاحياء الشعبية. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مثلا هاد الدجاج هذا اللي قدامي مازال غادي حتى لمدينة برشيد. نوريكم ايضا الدجاج الرومي شحال وصل الحمراء والبيضاء الرومي 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 300 ريال، يعني هاد الدجاج الرومي هذا 300 ريال، هذا 300 ريال 15 درهم. هاد الدجاج الرومي 15 درهم للكيلو، 15 درهم للكيلو يعني الثمن راه باقي داير. اما الدجاجه الحمراء الثمن ديالها واصل 220 ريال، هذه هي الدجاجه الحمراء. ومارادونا الثمن ديالو 240 ريال. مارادونا هو دجاجه دايره بحال الروميه ولكن الحجم ديالها كبير. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا من قلب سوق الجمله للدواجن قبل عيد الاضحى، هذه هي الاثمنه دجاج الرومي 15 درهم بالجمله، طبيعه الحال غيوصل عند الناس 360 340 ريال، في الاحياء غيوصل عند 360 340 ريال. الدجاجه الحمراء غتوصل حتى 260 لانها دايره 220 ريال الكيلو. مارادونا دير 240 ريال الكيلو، غيتراوح الثمن ديالو حتى 15 درهم للكيلو بطبيعه الحال. يعني كما كتشوفوا معنا كاين اقبال كبير بزاف على الدجاج هنايا في مدينه الدار البيضاء. الناس كيوجدوا الدجاج، اللي ما كياكلش اللحم كيتقداو الدجاج باش يدوزوا الفتره ديال العيد. يعني الخيرات ديال بلادنا الخير موجود، ولكن راه كاين ثمن، كاين ثمن الدجاج باش يوصل 15 درهم، راه كاين ثمن بطبيعه الحال. وما بقاش الثمن ديالو كيف ما كان شحال، هذه كان واصل حتى 25 درهم الكيلو، ولكن راه 15 درهم حتى هي قاصحه على الانسان الدرويش اللي خدام بواحد الخدمه بسيطه، راه قاصحه عليه. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على امل نتلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.